يصل غالبية المهاجرين إلى القارة الأوروبية عبر المتوسط، وقد تراجع عدد الوافدين بشكل كبير إلى نحو 107,000 عام 2018 بالمقارنة مع أكثر من 1,000,000 مهاجر في 2015. وقد شهد الطريق المركزي للمتوسط الذي يمر عبر ليبيا حتى العام الماضي حركة هجرة ضخمة، وقد سلكه بشكل خاص مهاجرون من نيجيريا وغينيا وساحل العاج، إلا أن العدد تراجع إثر توقيع اتفاقية بين روما وطرابلس. وتراجع أيضاً عدد المهاجرين الذين يسلكون طريق تركيا اليونان المعروفة باسم طريق المتوسط الشرقية، ولم يعد المهاجرون السوريون والعراقيون والأفغان يسلكونه للوصول إلى أوروبا، غير أن طريق المغرب إسبانيا الذي كان شبه متروك حتى العام 2000 شهد حركة غير اعتيادية، إذ يسلكه المهاجرون القادمون من المغرب والجزائر وساحل العاج، وقد أصبح هذا الطريق المعروف باسم طريق المتوسط الغربي الطريق الرئيسي لبلوغ أوروبا. واعتباراً من أوائل العام 2018 وصل أكثر من 52,000 شخص عبر إسبانيا مقابل 23,000 عبر إيطاليا و 30,000 عبر اليونان. طرق أخرى ثانوية يسلكها الباكستانيون والأفغان والعراقيون الذين يعبرون طريق غرب البلقان لربط اليونان بدول أوروبا الشرقية، والمهاجرون الذين عبروا تركيا واليونان يستخدمونه أيضاً. طريق جديد في طور إبصار النور، وهو ينطلق من اليونان ويمر عبر ألبانيا وكرواتيا وسلوفينيا، وقد يمضي المهاجرون سنوات وهم يتنقلون من منطقة إلى أخرى قبل الوصول إلى أوروبا. الأسوأ حظاً قد يخسرون حياتهم في البحر أو في الصحراء في طريقهم إلى شواطئ المتوسط، وقد لقي آلاف الأشخاص مصرعهم منذ العام 2014 وهم يحاولون البحث عن حياة أفضل.